وراء كل رجل عظيم امرأة، ووراء نجاح الشيف يوسف فاخوري امرأة نباتية أحبها فحاول من أجلها مرات عديدة، دخل عالم الأجبان النباتية من أوسع أبوابه، واليوم أصبح متجره معلما سياحيا في هوليوود يقصده المشاهير والزوار من شتى أنحاء العالم. رأيت مع وحدة بنت كانت حلوة، وكانت هي قالت لي شيف فيجن، شي طباخة فيجن يعني نباتية، بلكون حواليها وأقدر يعني مغازلها وتكون معي. عملت غيرت أنا الطبخ تبعي، صرت أعمله بلا لحومات وبلا مواد من الحيوان. لا فرق أبداً بين الجبنة النباتية والحيوانية في الشكل الخارجي والقوالب، لكن المكونات تختلف بشكل جذري. فالمواد الأولية التي يستخدمها الفاخوري تحتوي على مكسرات فاخرة وبذور نقية جداً، والجدير بالذكر أنه يستطيع أن يأتي بنكهة الأجبان الحيوانية كالشدر والموسريلا وغيرها الكثير تماما بنفس المذاق دون وجود لأي مشتق من الحليب. الأجبان النباتية بالأسواق تحتوي على زيوت اللي هي مش صحية، مثل كانولا أويل وبالم أويل، بعدين بيستعملوا نوتريشنال ييست، بيستعملوا رز وحمص وبطاطا وتابيوكا. نحن هالأشياء هاي ما بنستعملها. اللوز والجاجو من أرخص المكونات الرئيسية للجبن النباتي في مطبخ الفاخوري، والأغلى سعرا هي المكاديميا والفستق الحلبي، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام من الجبن بين 55 دولارا حتى تصل إلى 95 دولارا، وتلك الأسعار تعتبر متوسطة بالنسبة لجودة المواد الأولية، فكل الأعشاب والبذور مثلا عضوية 100%. في كتير مراحل بنعملها لحتى توصل للجبنة لتصير تقدر تاكلها. أول شيء بتنقبهم، وبعدين بتغسلهم وبتنقعهم بالمي، بعد ما بتنقعهم بعدين بتخمرهم وبتبهرهم وبتكبسهم، وبعد حتى تصير بتاخد 8 ايام ل 10 ايام. بعد 5 سنوات من المحاولة نجح فاخوري بابتكار ثورة حقيقية في عالم صناعة الأجبان النباتية بمنتجاته التي لا تحتوي على أي مواد حافظة أو خميرة فورية، حتى أصبحت مقصدا لنباتي هوليوود، فلا يبقون في متجره قطعة واحدة للبيع عند الظهيرة. رافي بوصيان، العربية، هوليوود، كاليفورنيا.